ثم أيضا فيديو آخر ندفع فيه المليارات، ندفع فيه المليارات لأني تعبت، أحب نقنع شعبي، أحب نقنع أبناء بلدي بأن المعركة وفشلنا وظروفنا وحالتنا كلها مصنوعة بالأيادي متاع الاستخبارات، مصنوعة بالناس اللي مخالصين الثمن من الإمارات، مصنوعة بأيادي بعض الخونة المجرمة، هم اللي ضربوا المؤسسة المدرسية، ضربوا السبيطارات، ضربوا المؤسسات الصناعية، هربوا المستثمرين، فشلوا البلد، طاح الدينار التونسي، كبرت المديونية، قاعدين نغفقوا، ريحتنا منتنا عالميا هم هؤلاء. فالفيديوهات هذه يدفع لأجلها المليارات لأنها تساعدنا على إيجاد أجوبة مقتضبة، أجوبة حاسمة، ليس بعدها كلام، ليس بعدها تعقيب، وليس بعدها تعليق. شوفوا الفيديو هذا أيضا، شوفوا شوفوا، ورينا ورينا ورينا. تقع تنفذ في خطتها بكل اقتدار في ترديل صورة البرلمان. أنا اللي خليت التوينسة ما يحبوش. أنا نعتبر أنه الدستور الحر ساهم في تطيح المستوى متاع العمل النيابي. وأنا إلى اليوم نائب في برلمان معلقة اختصاصاته. في برلمان معلقة اختصاصاته، في برلمان زاد ما كانش برلمان يحب التوينسة. بالطبيعة أنا كنتش نحبه مش التوينسة، أنا اللي خليت التوينسة ما يحبوش. اليوم تعترفين أنك من أسباب كره التوينسة للبرلمان. وقت اللي كان فما الهرج هذايا جوستومون في البرلمان الفارط، وقت اللي الهرج هذايا كان الهدف نتاعو مثلا الإطاحة برش الغنوشي على رأس البرلمان وإلا نقد حركة النهضة، ما كنتش تسميها هرج. مثلا هيت ناخذ مثال بسيط جدا، كتلة الدستوري الحر وعبير موسي، وقتها اللي برشا من خصومها ولا حتى ناس اللي مساندينها نسبيا يقولوا أنه ما تقوم به على طريقتها اللي بارتيكولير، هذيك هي طريقتها للتعبير والاحتجاج ككتلة. هل اليوم ترى أنت أنه هذيك أضر بصورة المجلس ما قامت به مثلا كتلة الدستور الحر؟ مشيت للكتلة ذي اللي كان عندها هدف نعرف اللي هو موحد مع فكرك ومع نضالك السياسي. فكرك شو أنا فكرك ونضالك السياسي، قتلها مع فكرك ومع نضالك السياسي. الفكر والنضال السياسي متاع الأنذال هو برلمان ومؤسسة سيادية أمام العالم وقنوات تلفزيونية وجريبة على الهواء قالت أنا خدمت الخدمة باش نكره التوانسة والعالم. في المؤسسة هذيك يا أعداء الوطن أنتم، أقول أقل حاجة يا أعداء الوطن. كمل الفيديو زميلي العزيز حبيبي. مسيرتي من أول ما بديت مسيرتي موقفي كان واضح في علاقة بمحاربة الإرهاب وفتح كل ملفات الجرائم والتي تهم أمن القومي خاصة، سواء جهاز السري أو ملف التسفير أو ملف فساد في الديوانة أو في غيره، ديما نهز ديما نحاول أنه نعبر على رفضي على كل حاجات اللي تهدد الأمن القومي وتهدد مصلحة المواطن. هذا كان نقوم به بيانسور عبر المصدح بشكل معناها سلمي، يعني بشكل انه نتكلم نعبر على رأيي بالموقف متاعي واضح، لكن بدون ما نستعمل حاجات اللي هي خارج عن نطاق البرلماني، نعتبرها خارج عن نطاق البرلماني، حاجات اللي هي تأسس للعنف والاستفزاز وغيره. تنجم تعطي موقفك انت كنيب شعب، لكن بدون انه نوصلوا انه نطيحوا المستوى. لكن انا نعتبر انه الدستور الحر ساهم في تطيح المستوى. اي خليلي التصويره زميلي العزيز حبيبي، خليلي التصويره حبيبي حبيبي حبيبي، خليلي التصويره يعيشك حبيبي حبيبي. يا عالم يا تونس المنكوبه في تعليمك وفي ابنائك، ريتوا مناقشه القضايا متاعكم، ريتوا مناقشه الميزانيه، ريتوا مناقشه التعليم والمخدرات، ها، وبناتنا اللي في الامارات، ها، والفساد، ها، والخمارات والمخدرات والجرائم والسخط وزنا المحارم.
ريتو المشاكل، ريتو حلل المشاكل متاع المؤسسات الاقتصادية، ريتو حلل المشاكل متاع التوريد والتصدير، ريتو المشاكل متاع الطاقة المتجددة، وألمانيا حشتها بالمئات الهكتارات في الجنوب التونسي وألاف الهكتارات باش تعمل باش تعمل شبكة متاعها ومنظومتها متاع الطاقة المتجددة. خليلي تصوير هي زميلي. نعم نعم، ريتو مشاكلكم يا عالم يا توانسة يا توانسة يا توانسة يا توانسة. قلتلكم أنا كنت خدمت الخدمة باش التوانسة يكرهوا البرلمان. يا عالم يا عالم يا عالم، اللي فسد باب متاع عطرية يدخل الحبس، اللي فسد مزاج متاع وطن ومصالح وطن ومشروع وطن وحلمة وطن وحلمة بطالة وحلمة آلاف من الدكاترة البطالة اللي يستنوا في الحل السياسي، والحل أوله لا يكون إلا سياسيا. يا عالم يا توانسة، زوز فيديوهات اليوم في يوم الشغل اللي مررناهم يحتاجوا والله العظيم صلاة الشكر لله، لأن أرهقتنا الكلمات وأتعبتنا الفيديوهات ونحن نلاحق ونحاول نشوف ونفهمه، لكن المختزل والمختصر البسيط إلا من سفه نفسه وإلا من ختم الله على قلبه. فاللهم لا تجعلنا ممن ختمت على قلوبهم فصارت قلوبهم غلف فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللهم فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نواصلوا ومش نفضحوا المجرمة، نواصلوا ومش نفضحوا المجرمة ولا نكلوا ولا نكلوا. والحلمة اليوم والله صارت أقرب، لأن أتعبتنا عقول التوانسة التي تسطحت، وأتعبتنا أفواه التوانسة التي سفهت واللي تتكلم بما لم تعلم. عنا اليوم المادة التي يمكن أن نقنع بها وأن نوصل بها الفكرة. شكرا جزيلا لكم. في ختام هذه الحلقة الموجزة الشكر موصول لزملائي الأعزاء فريجي، أنا مقدد المجروح، حياكم ألقاكم غدا الثامنة إن شاء الله بتوقيت تونس. إلى اللقاء.